كاين واحد السيكتور المعارضه، وكما لاحظت احزاب المعارضه بزاف ديال المشاريع قوانين راهم صوتوا عليها باقتناع، لذلك يعني بعض القوانين سي المهاجري سي سي المهاجري هذا اسئله ديال المواطنين داخل المغرب وخارج المغرب، رجع سؤال الوقت ديال اليوم. سي المهاجري مناضل كبير، وسي المهاجري يعني انسان برلماني اللي في قلبه تيقولوا، ولو هو كل تواضع ممكن نشوفوا مقارنه نسبيه ما بينه وما بين. واش انت كتشاطروا الراي في المداخله ديالو الاخيره اللي كانت في البرلمان؟ لا هذا سؤال الجواب عليه صعيب، يعني دابا بغيتي دير لي سؤال بيج. تبارك الله انتم رجالات نساء الاعلام واعرين بزاف. لا شوف هو اللي قال باقتناع، يعني حان على الطبقه كما تنقول دائما في اللجان ديالي وفي التدخلات ديالي البرلمانيه، لا عن طريق الشاشه او ربما عن طريق البرلمان او ربما حتى في اللجان يعني عامه واللجنه ديال الماليه بالخصوص، هو رئيس اللجنه ديال الداخليه ولكن مجتهد كبير في اللجنه ديال الماليه، يعني من المجتهد الكبير اللي تيجيب قوانين ودلائل وحجج.